بركاته، يومكم كله سعاده وهنا ورضا من الرحمن، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشه قناه النهار، وحبايب قلبي مشاهدين مطبخ هاله، حلقه جديده ان شاء الله تعجبكم جدا. النهارده هنلغي مع بعض ونحل مع بعض كل مشاكل الحمام، من حشوه لسلق للتكتيفه، الاول التكتيفه دي مهمه جدا، للسلق للتحمير، وازاي ما ممكن ما يفرقعش معايا في السلق وما يفرقعش معايا في التحمير. مشاكل كتير قوي قوي ان شاء الله هنحلها مع بعض النهارده. ده مش بس كده، من نفس الحشوه اللي هنحشي بيها الحمام، الرز الجميل اللي هنعمله مع بعض. خلي بالكم، يعني انا معروف عني ان الحمام ده اسرار الاسرار، يعني اللي بياكل حمام من عندي الحمام ده جميل كده ازاي. ده اللي بقى ايه، هفشلكوا السر النهارده يا داغر، بقى مضطره اطلع لكم كل الاسرار بتاعه الحمام اللي انا بعملها على طول، وان شاء الله يعجبكم جدا وتلاقوه احلى حمام ذقتوه في الدنيا، وانا براهن على الكلمه دي. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. عندنا حمام ايا كان العدد، عندي الكبد والقوانص بتاعه الحمام، ولو ما عندكيش ممكن تجيبي مثلا حوالي ربع كيلو بس كبد وقوانص، فراخ عاديه مفيش اي مشكله خالص، بنقطعها صغير قوي. بعد كده عندنا رز، وعندنا بصلايه مبشوره، وعندي بصلايه مفرومه بالسكينه خشن. خشن يعني عندي بصلايه خشنه وبصلايه ناعمه، هنعرف دي الايه ودي الايه. ملح وفلفل وبهارات وقرفه وبابريكا، مكعب مرقه وشويه زيت، وممكن كمان نضيف معلقه زبده. لسلق الحمام هحط في ميه السلق بصلايه وورق لورا وحبهان وملح وفلفل اسود. المفاجاه بقى ان من خلطه الرز نفسها اللي هحشي بيها الحمام هحولها الرز معمر، وده اللي هنشوفه مع بعض، حاجه كده وهم الوهم. يعني ازاي بقى؟ حشوه الحمام نفسها، الرز بتاع الحشوه هضيف عليه لبن وقشطه وملح وفلفل، وهعمل طاجن رز معمر يتقدم جنب الحمام، حاجه كده يعني 10 على 10. اكلتنا النهارده كامله متكامله ما شاء الله عليها. اول حاجه هنعملها هنعمل الخلطه عشان ناخد منها شويه للحشو، ولازم تبرد خالص، ما ينفعش اعملها دلوقتي واخد منها على طول احشي الحمام. ده كده اللي هيخلي لك الرز ممكن يعجن جوه الحمامه، زائد ان ممكن ينشط لي بكتيريا جدا احنا بغنى عنها جوه الحمام نفسه لما بحط سخن على بارد. طيب انا عندي دلوقتي في المقادير في بصله مبشوره وبصله مفرومه، المفروم ده هيبقى مع الكبد والقوانص. طيب امال البصلايه الناعمه، الناعمه دي بقى اللي هنطعم بيها الحمام. هناخد كده ادي البصلايه بميتها كده ماشي، واحط عليها ملح. واول ما تجيبي حمام فريش، يعني حتى لو مش هتشتغلي فيه دلوقتي على طول، هتشيليه في الفريزر، اعملي الخطوه دي، طعامي الحمام كده وشيليه في الفريزر بالشكل ده. كل ما هيقعد في الخلطه الحلوه دي كل ما لحمه الحمام نفسها هتبقى طعمها حلو جدا. بصوا بقى، ادعكي بقى كويس قوي البصله بالملح بالفلفل الاسود لغاية ما تحسي تحت ايديكي كده ان البصلة ابتدت تجيب ميتها وتنعم معاكي، تطرى معاكي. اهي بصوا لو دوست عليها كده ابتدت تجيب ميتها، اهي اهي شوفوا ازاي حلو قوي الكلام ده. هي دي المرحلة المطلوبة. هنجيب الحمام، الحمام مورقينه. يعني ايه بقى يا داغر مورقينه؟ يعني فاتحين بين الجلد واللحم، دي اسمها توريقة الحمام. اهي فتحه بين الجلد واللحم كده من غير سكينه، بالصوابع كده لغايه ماشيه كده لغايه الرقبه. يعني بصوا اهي، لو انا كده اهي تشوفوا، بصوا صباع طلع منين، كل ده فاضي اهو، شايفين الجلد اهو مش شايفيه. بصوا اهو كل ده فاضي ازاي، وهنا في الرقبه شايلين العظمه نفسها بتاعه الرقبه، مخليه الجلد بس عشان كل ده ياخد الحشوه بتاعتنا الحلوه. كده انا تمام، الحمام عندي مستني التتبيله الحلوه. هعمل ايه بقى؟ هتبل كده الحمام كله الاول من جوه بالبصله اللي متبله ملح وفلفل، وبعدين الحمام نفسه من بره بالشكل ده في كل حته كده. انا ما بحشيش الحمام، انا بتبله بس. بصوا كده اهي بالشكل ده. التانيه نفس الحكايه برضو، اتاكد انها متورقه صح، ما بنحطش السكينه يا جماعه، اي حاجه تقابلك تفتحيها كده بصوابعك. طب الحمام رقيق جدا، جلده رقيق ولحمه رقيق، مش مستحمل سكينه خالص. برضو
هنديله كده التتبيله الحلوه من بره ومن جوه، وكده بالشكل ده لو عايزه تشيليه في الفريزر من غير ما تحشيه شيليه كده، شيليه متبل كده بالبصلايه دي كده بالشكل ده يا جماعه. حطهم بقى كده كلهم على بعض، بصوا اهو عسل، واركنيه بقى كده شويه، وبعد كده هتحشيه تمام، هتشيليه في الفريزر تمام، يتشال كده عسل 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 زي ما بقول لكم كده. دي ده هنشتغل فيها دلوقتي اهو ماشي كده. تعالوا بقى هنعمل الحشوه فيها دلوقتي. حله نايس كوكر النهارده احنا مستخدمين في الوصفه بتاعتنا الحمام المحشي على اصوله، والحمام المحشي صح من غير اي مشاكل ولا تعقيد. مستعملين النهارده عيله نايس كوكر كلها، طقم الحلل اللي بيجي لك بالضمان، ودي اول مره في مصر ان انا يبقى عندي طقم حلل بالضمان. الحله اللي زي ما بقول لكم الحله الصب، القطعه واحده اللي تعيش معاك العمر كله، وممكن تدخل الفرن بمنتهى السهوله وتاخديها من الفرن تقدميها على سفرتك على طول. الوان كتيره واشكال كتيره، الوك تلاقي، الطاسه تلاقي، زي ما انتوا عايزين. القاعده بتاعتها السمك بتاعها السمك بيدي توزيع حراره حلو قوي، وكمان جيده التوصيل للحراره جدا جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا حطيت زيت، وهحط كمان حته زبده، لو عندك بقى ايه كمان سمنه بلدي تبقى فظيعه جوه الحشوه. بصوا احنا دلوقتي يا جماعه عشان ما نتوهش من بعض بنعمل ايه؟ بنعمل الحشوه بتاعه الحمام، زيت وزبده، وهنزل بالبصل. بسم الله، دي بقى البصلايه الخشنه، يبقى البصلايه المبشوره الناعمه خدتها للحمام نفسه، طعمت بيها الحمام. الخشنه هستعملها في الحشوه كده، تاخد بس السخونيه بتاعت الزيت والزبده، وبعدين هننزل بيها بالكبد والقوانص على طول. الميزه كمان ان الحشوه دي يا جماعه سريعه جدا، بصوا كده بالشكل ده اهو. ولو في شويه زبيب كمان انقعيهم في ميه حوالي 10 دقائق، وبعدين تجيبيهم تحطيهم برده مع الحشوه كده. وبعدين هننزل بالكبد والقوانص، بصوا متقطعين صغير خالص ازاي، هنزل بيهم مع بعض كله اهو بالشكل ده مع البصل، تقليبه كده حلو قوي الكلام ده. وبعدين عايزين بقى ايه؟ نطعمها. هنطعمها بايه بقى؟ عدوا معايا عشان اللي جاي ده مهم جدا، ده اصل الحشوه بتاعتنا. تقليبه كده، هنحط مكعب مرقه، وهنحط بهارات مشكله، وزودوا يا جماعه كل البهارات والتوابل لان ده اللي بيدي طعم حلو قوي للحمام، وشويه قرفه وبابريكا. حاطين لي عيدان ليه؟ حاطين لي عيدان ليه بالله عليكم؟ يعني ادي قرفه وبابريكا وبهارات، وهناخد ملح وفلفل اسود. يلا بينا. عندي بقى هنا حاجه مهمه جدا هتعملوها، هتشموا ريحه وهتاخدوا طعم حمام في منتهى الجمال. طول ما انت شغاله في الحمام زودي الفلفل الاسود، بيديله ريحه وطعم، سواء في البصله اللي طعمنا بيها الحمام او في الحشوه دي. بصوا زودوا الفلفل الاسود على قد ما تقدروا، وهتدعوا لي يا جماعه على الحمام ده وجماله. ونقلب تاني. بص ده لسه كمان ريحه، ايه ده؟ انت بص بقى لما التوابل كلها مع الفلفل الاسود مع الكبد والقرفه، شايفين المنظر بقى عامل ازاي يا جماعه؟ هنا بقى لو عندكم زبيب، انا حاطه في الاولاني زبيب، لو عندكم زبيب انقعيه 10 دقائق ينزل التسكيره بتاعته، وحطيه مع الخلطه. بص يا داغر، بص المنظر، منظر التوابل كلها مع الكبد والقوانص والبصل، شوفوا المنظر بقى عامل ازاي. بصوا حاجه كده حكايه ما شاء الله، وكل ما التوابل عماله تتحمص مع الكبد والقوانص كل ما بتديني ريحه وطعم اقوى بكتير. بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى للرز، وننزل بيه كده على الخلطه الرهيبه دي. بسم الله ما شاء الله. كده الرز مغسول ومتصفي مش منقوع. في ناس تقول لك انقع الرز، لا لو نقعتيه هيعجن. الخلطه دي يا جماعه للحمام، وتنفع كمان للفراخ المحشيه،
وتنفع ليه كمان، وممكن تنفع للبط كمان. دي المسكات السيليكون اللي بتيجي مع طقم حلى النايس كوكر، بيجي لك المساكه السيليكون الاصليه دي اللي ما بتتخنش ابدا. وزي ما قلت لك اي قطعه محتاجاها في المطبخ هتلاقيها مع طقم نايس كوكر، زي الطاسة والوك والطواجن، طواجن مستطيلة، طواجن مدورة. يعني أنا عاملة الرز المعمر النهاردة في طواجن نايس كوكر، عاملة في المربع وعاملة في المدور كمان، في المستطيل وفي المدور. بصوا شوفوا بقى اللون بتاع الرز، واخد مكعب مرقة واخد كل التوابل. بصوا المنظر أهو يا جماعة، مش محتاج إن أنا أزوده أي حاجة غير شوية مية فقط. نجيب المية، بسم الله، ومش هنزود بقى العقد العادي بتاع الرز، لا هنا هنقلل. انا هاخد شويه ميه يوصلوا لي الاول الرز وشكرا، عشان الرز ده لسه هاخد منه رز معمر ولسه هاخد منه حشوه حمام اهو. يعني انا يهمني جدا جدا تشوفوا مستوى الميه. الله ينور، بصوا ازاي كده شايفين المستوى، مش العقد العادي بتاع الرز بتاع تسويه الرز، لا اقل اهو. الرز هو اللي باين كده بالشكل ده، اول ما يشرب شويه الميه دول هو كده خلاص جهز معايا، هاخد منه شويه الاول لحشوه الحمام والباقي هحوله لرز معمر. شايفين المنظر، يتشرب بس، وكل شويه عادي كده ايه قلبي كده قلبي كده اهي. انا هديت بس درجه الحراره شويه، بصوا كل شويه، كل طول ما انت بتقلبي كل ما يتشرب الميه معاكي. يبقى دي نقطة مهمة جدا، عرفنا انهي مرحلة اللي اخد منها الرز للحشوة، ولا بحط الرز ني. ناس يعني في بقى خناقات على الجروبات، ناس تقولك ايه الرز بتاع الحشوة ني، انقعيه وبعدين حطيه ني، لا ده كده مش هيستوي. ناس تقولك لا بيستوي للاخر، لا هيعجن. طب ايه الصح؟ الصح ده يتشرب المية كلها، اول ما يتشرب الميه بيبقى ايه زي 3 ارباع سوا كده، هي دي المرحله المطلوبه. ناخد منه على طول ونسيب شويه للحشوه، نسيبها تبرد تماما. بصوا اهو عمال يتشرب اهو، الله اكبر عليه. شوفوه، خلي قلبك جامد كده وقلبي كده عادي جدا اهو، قرب 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 يلا. ولازم تاني لازم يبرد. هنعمل ايه بقى لما ناخد منه شويه ونسيبهم يبردوا تماما؟ هيبقى بالشكل ده، ده كده برد معانا تماما، بقت الحشوه اهي معانا بردت، وعندي الحمام متطعم وكل حاجه جاهزه معايا. نحشي بقى، عايزه بس ايه افضل معاكم كده خطوه بخطوه لغايه ما اوريكم المرحله المظبوطه بتاعه الرز. بسم الله، وعندي كمان ميه بتغلي عشان نسلق فيها الحمام. تعالوا نطعم الميه ونسيبها تغلي على ما نحشي الحمامتين اللي معانا دول. يلا بينا نهدي درجه الحراره شويه ونقلب تاني. بصوا خلاص هو كده دخل في المرحله المظبوطه اهو، ابتدت الميه، حاضر الميه ابتدت خلاص تختفي تماما، وانا وطيت خالص درجه الحراره. بصوا بقى المنظر اهو، عايزاكم تشوفوا وتركزوا معايا، ولا هو ني ولا هو مستوي للاخر، 3 ارباع تسويه وهو المطلوب. تمام كده، هو ده بس يا ستي. هقلبه كويس هنا زي ما قلت لكم، دي المرحله اللي هاخد بقى منها ايه، مثلا هاخد منها شويه كده حلوين واسيبهم يبردوا للحمام، والباقي كله لو سبتيه يكمل سواه تقدميه فرشه تحت الحمام حلوه قوي، او تعملي زي ما انا هعمل دلوقتي. تفتكر يا داغر هنعمل ايه؟ انا قلتها في وسط الكلام بس ممكن تكونوا ما خدتوش بالكم. نشيل بقى ده كده عشان نشوف هنعمل ايه يا عم داغر في الرز ده دلوقتي. الطبيعي والمفروض ان انتوا بتسيبوه لما يستوي على نار هاديه خالص وبيتقدم تحت الحمام، فاحنا النهارده هنقدمه بقى بشكل تاني. حط بس الزيت بتاع التحمير ده كمان عشان يسخن معانا. يلا بينا تعالوا نطعم الشوربه اللي هنسلق فيها الحمام. بسم الله، هنحط بصلايه متقطعه كده بالشكل ده على نصين كده، وهنحط كمان ورق لورا في الميه،
ماشي، وهنحط فصين حبهان كده وملح وفلفل اسود، واسيبهم يغلوا شويه كده لغايه ما البصله دي تستوي جوه الشوربه على محشي الحمام. ايوه بالظبط كده، شويه ملح كده عشان يطعم بقى الحمام من بره ومن جوه، وادي كمان شويه فلفل اسود. اتحدى النهارده باذن الله يا رب بعد الحلقه دي ان انتوا تعملوا شويه حمام عسل عسل عسل. نسيب بقى الشوربه كده تغلي تاخد وتدي كده مع نفسها بالشكل ده، وادي كمان الزيت بيسخن، ويلا بينا نحشي بقى بسرعه كده وببساطه الحمام اللي عندنا. ادي الحمامه باخدها بقى ايه، انزل اي بصل كده زياده، خلاص انا طعمتها بقى كويس قوي ماشي. ولما نيجي بقى نحشي هاخد الاول بين اللحم والجلد، دي اول حاجه معايا. دقيقه واحده بقى ده غير كده اظبط لك بس الدنيا عشان ما احركش حاجه تاني. بصوا اول حاجه الرز بارد، سبته لما برد خالص، وبعدين بحشي الاول بين الجلد واللحم وازق كده الحشوه لجوه بالشكل ده، واوزع كده من فوق، تلاقي ما شاء الله الحمامه حجمها زاد تمام كده. بس اوعي تزودي الرز ماشي، وبعدين نروح بقى واخدين من جوه قلب الحمامه نفسها اهي، ما تزودوش الرز لان الرز ده يعتبر لسه 3 ارباع سوى، هيحتاج مكان فاضي علشان يزيد فيه ويستوي فيه، فكده حلو قوي الكلام ده ماشي، لازم الفراغ ده. بعد كده هنجيب الرقبه، او بصوا زي ما ده غير جاي جايب، بصوا سايبين فراغ قد ايه، كل ده فاضي، بصوا سايبه هنا فراغ بين اللحم والجلد، سايبه فراغ، وهنا كمان سايبه فراغ عشان الرز لما يستوي محتاج مكان يزيد فيه والحمامه لا قدر الله ما تفرقعش معانا. بالنسبه للرقبه هنحشيها زي كاننا بنحشي ممبار، بحط صباعين كده بفتح الرقبه، وبالايد التانيه بنحط الحشوه كده جواها بالمنظر ده، وازق كده لجوه، بس لازم اسيب الحرف بتاع الرقبه فاضي عشان ده اللي هيقفل على الرز بتاع الرقبه. هوريكم دلوقتي ازاي، بصوا كده اهو، نزله كده، حاضر ابتدى الحجز، نزله كده، شايفين دي فاضيه ازاي، كل دي فاضيه ازاي، ده كده مع الميه السخنه هيروح قافل على الرز ما ينزليش رز ابدا. والحمامه نكتف الجناحات كده على ورا ماشي، وتعالوا بقى نقفلها ازاي. الناس بقى اللي كانت زمان بتخيط والكلام ده، مفيش الكلام ده، انا عندي هنا في فتحه، الاول هعملها كده بقى كده الاول، بصوا كده، وبعدين اروح واخده الرجل حطاها كده الاول، مش عارفه ده غير انا حاسه ان انا معذباك معايا صح، بصوا كده اهي اهي ماشي كده، دي اول رجل، الرجل الثانيه كده بالراحه خالص تحت الاولانيه بهذا الشكل، لانه بس عشان ايه الجلوفز مش قادره اقول لكم انا بتعذب قد ايه عشان اتحكم فيه. بس يا جماعه اهي شوفوا بقى الجمال، ادي الحمامه بالشكل ده، الرز اهو متوزع، هنا سايبه فاضي وهنا سايبه فاضي علشان الرز ياخد حيز كده بعد ما يستوي معانا وما تفرقعش مننا ابدا اهي بالمنظر ده ماشي. تعالى نعمل الثانيه بقى بسرعه، برده ننزل البصل من عليها زياده، وبعد كده اتفقنا الخطوات بتاعتنا بين الجلد واللحمة، اولا اهو ده الاول لغاية ما احس كده ايه ان خلاص كده كفاية ولازم اسيب مكان فاضي، وبعد كده اشد كده لحم الصدر الاول، وبعدين اروح مكملة كده اللي جوه بالمنظر ده، بصوا ازاي اهو كده بالشكل ده، وبعدين الفها كده واخد من عند الرقبة وافتحها كده بالمنظر ده، واحط برضو الرز جوه، الرز بقى ينفش ويملالي الرقبه دي كلها، وفي نفس الوقت الحته الفاضيه تروح قافله على الرز ما تخليش فيه رزايه تنزل في الشوربه اهو، عشان قلت لكم ان شاء الله هنحل كل مشاكل الحمام وتطلعوا اساتذه باذن الله من الحلقه، وده ان شاء الله باذن الله اللي هيحصل. بصوا يا جماعه اهي، تعالوا بقى ايه نظبطها كده، ادي الرقبه اهي فاضيه، الحته دي فاضيه، وادي الرز اهو متوزع بالشكل ده، نعمل ايه، نكتف الجناحات على ورا اهي، بصوا كده اهو اهو نكتفها كده على ورا، وبعدين زق كده الرز لجوه، وتعالوا
نقفل برضو الحمامة نكتفها بالشكل ده. بقول لكم الجلافز معذبني معذبني، بس على مين؟ تعالى يا عم اهي يا ستي، ادي الحمام بتاعنا. المية بتغلي، حبشناها صح، بسم الله. يا سلام يا سلام، لازم المية تكون بتغلي كويس قوي. اوعي تنزلي الحمام والمية نص نص. ليه بقى؟ بص يا دغر ايه اللي هيحصل دلوقتي، اول ما انزل بالحمامة كده والمية بتغلي كويس قوي هتروح قافلة على بعضها، كل الفتحات اللي موجودة هتقفل، مش هتخلي فيه رز ابدا ينزل في المية. هسيبها تغلي بس دقيقتين ووريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. تعالوا نشيل كل ده، يلا بينا نمسح بقى ايه مكان الرز اللي وقع ده. وعندنا الزيت سخن قوي، نهدي النار شوية. هياخد سلقة قد ايه يا جماعة؟ هياخد 45 دقيقة بالظبط، 45 دقيقة بالظبط. الحمام اللي هجيبه من عند الفرارجي هياخد 45 دقيقة. طب لو انا بجيب من عند الستات الفضلوات اللي بيجيبوا من الارياف، الارياف بيبقى بيشد شوية، هنزود شوية يوصل لغاية ساعة. عرفتوا الفرق؟ يلا شاطرة يا لميس، بتقول لكم اهم حاجة ان المية تكون بتغلي، دي حقيقة. لا والله، لا ده احنا عايزين ندوق من ايديكي بقى. تعالوا بقى تعالوا بقى نشوف هنحمره ازاي، ولميس نفسها تتفاجئ بموضوع التحمير ده. التحمير ده كمان سر حلو قوي قوي، اول مرة هقول لكم السر ده. هنجيب شوية دقيق، الحمام بعد ما يطلع من الشوربة لازم يبرد كويس قوي، تمام؟ واروح واخدة الحمام معفرات عفيرة خفيفة خالص كده في الدقيق كده، لا يشرب زيت ويقرمش ويفضل طري من جوه، تفضل لحمته طرية، الزيت ما يأثرش على لحمته تنشف، يفضل طري جدا من جوه. وبصي مقرمش من بره ولونه ذهبي بقى، حكاية زي بتاع الإعلانات بالظبط كده. وادي التانية كمان نفس الحكاية. يا بت انتي اصبري اصبري كده. وادي التالتة ماشي كده اهو. لازم اوترك معايا، مشكلتك ان انا ما بتوترش. مشكلتك الازليه ان انا عادي جدا يعني، حتى لو الوقت خلص عادي كمل الوصفه عادي جدا. يلا بينا، الزيت كان سخن قوي شلته من على النار، هننزل بقى بالحمام بسم الله. يلا بينا يا سلام. بصي ما شاء الله. وبس يا ستي، اهم حاجه عندي بشوكه كده بالشكل ده، واول ما ينزل الزيت تقعدي تقلبي فيه علشان ياخد لون من جميع النواحي زي بعض بالظبط كده بالشكل ده. يلا نرجع الطاسه بقى على النار يا داغر، معلش عشان انا بس الزيت كان سخن فكنت بعتها على النار. طب امال الرز المعمر نعمله ازاي؟ الرز المعمر ده فين الطاجن؟ ادي طاجن نايس كوكر اهو، وهنزل بالرز اللي هو ما كملش سواه. المفروض احنا خدنا منه كده بقى شويه لحشوه الحمام، وادي الباقي كده. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي رائعه رائعه بمعنى الكلمه. يلا يلا، لا والله ان شاء الله خليكي تلحقي باذن الله يا حبيبتي ان شاء الله. بصوا كده، عايزه اقول لكم الغدوه دي من الاخر بسم الله ما شاء الله اهو. حلو الكلام كده. وبعدين هنشيل بقى دي خالص، عايزين نقلب الحمام، نقلب الحمام طول ما انتوا بتقلبوه هياخد لون كله كده من جميع النواحي زي ما بقول لك كده، زي بتاع الاعلانات بالظبط اهو، من جميع النواحي كل شويه نقلبه كده. تعالوا لي بقى هنا، هنشتغل بقى شغل الرز المعمر عادي جدا. بصوا كده كاني بعمل طاجن رز معمر، بس طبعا لبن لوحده مش هينفع، لازم نزود شويه ميه زي ما دايما بقول لكم على الرز المعمر، لازم لبن وميه كده. حطينا شويه لبن ونزود شويه ميه، كنت اتمنى يا اولاد ان انتوا كنتوا تحطوا لي شويه ميه كمان
ونقلب كده. بالشكل ده. بس كده. وهناخد قشطة على الوش. نوزعها كده. انا حتى جايبة قشطة علب. عندك بقى وش اللبن ماشي. عندك قشطة بلدي ماشي. بالشكل ده يا جماعة. حولت الحشوة لطاجن رز معمر بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. ويلا بينا على الفرن على طول. بسم الله. على اعلى درجة حرارة لغاية ما ياخد وش. اول ما ياخد وش اروح موطية النار واسيبه يكمل سواه. وخلاويص. وادي كمان طاجن الرز المعمر خلص معانا. نايس كوكر عمل لنا احلى طاجن رز معمر. بصوا بقى شكله. شوفوا جماله وشوفوا حلاوته. على ما الحمام بتاعنا ياخد التحميره الحلوه بتاعته. شوفوا الطاجن عامل ازاي. مغري جدا، شهي جدا جدا ما شاء الله عليه. وادي الحمام كمان اهو ابتدى برضو ياخد تحميره حلوه. وكمان الحمام اللي في الشوربه هوريكم دلوقتي ازاي قفل على نفسه ومفيش رصدايه نزلت في الشوربه. يلا بصوا. بسم الله. بص يا باغر، بصوا الحمامه قفلت ازاي. عايزه اوريكم كذا كذا حاجه. اولا بصوا مكان الرقبه لما قلت لكم هيقفل على الرز عشان الرز ما ينزلش، حصل اهو. شوفوا مكان الرقبه قفل ازاي. وبصوا الحمامه نفسها عامله ازاي. شايفه يا لميس؟ بصوا اهي ما شاء الله عليها تبارك الله. وادي بصوا قفلت كمان من هنا ازاي يا داغر. صعب صعب اوريها لك. بص عايزه بس اوريكم كمان قفلت اهي. شوفوا كمان هنا قفلت ازاي. ده اللي لسه منزلينه في الشوربه حالا ما شاء الله عليهم. الاثنين اللي عملناهم اهم مع بعض. شوفوا شكلهم يفرح. بسم الله ما شاء الله. الاختين الحلوين اهم. يلا بينا. ادي كده يا جماعه الحمام اللي بيتسلق. طب ما تيجوا نشوف كده بقى اللي بيتحمر اهو. خلص معانا خلاص. يلا بينا. بسم الله. احلى حمام هتدوقوه يا جماعه. شوفوا المنظر. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا. وادي الاخت الحلوه. وادي الاخت الثالثه اهو. طلعوا الاول بس كده على مناديل ينزل لي بس الزيت الزياده. وهاجي بقى هنا على طاجن الرز معمر اللي عملته من خلطه الحمام. وراح واخده الحمام كده طبعا سخن مولع جدا جدا. ده لسه خارج من الزيت يعني. تعالوا كده. بسم الله ما شاء الله. ريحته شهيه جدا. ويلا بينا على طاجن الرز المعمر كده. واديله وعيش يا عم داغر وعيش حبايبنا. يلا بسم الله. شوفوا الطاجن جميل قد ايه. ايه رايكم بقى في الوجبه دي؟ تسوى وتستاهل والله. انا عايزه اقول لكم الرز نفسه اللي عملناه بالمعمر بالشكل ده لوحده يتاكل كده من غير حمام من غير اي حاجه. شهي جدا جدا. الله عليكم. وشايفين التحمير عامل ازاي؟ واخد لمعه حلوه. الحمام متحمر صح كله واخد لون واحد. الرز جواه مستوي جدا جدا لانه اصلا محطوط في الحمام ثلاث ارباع تسويه. مشينا مع بعض خطوه خطوه، مفيش حاجه فوتناها، وكل خطوه وريتها لكم نتيجتها بتبقى عامله ازاي من اول الحشوه لغايه السلق لغايه التحمير لغايه بقيه الرز نفسه وحولناه لطاجن رز معمر. ممكن بقى ده غير نوديه هناك مع اخواته. وده طاجن نايس كوكر يا جماعة. طاجن عائلي محترم جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الايدين الصب. شايفين مادة التيتانيوم الاقوى من الجرانيت واقوى من السيراميك. عشان كده حلة نايس كوكر بنقول عليها فعلا هي اقوى حلة في مصر. بقى يلا بينا. يلا بينا. بسم الله. وكده فقرتنا خلصت. فقرة الحمام نسميها الحمام. ايه الحمام الجبار. خلصت معانا. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وتقوموا على طول تعملوا الحمام بمنتهى السهولة ومن غير مشاكل خالص. اطلعوا فاصل بقى وارجعوا لي نكمل حلقتنا.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا دايما زي ما احنا متعودين مع بعض لفقره نقول عليها فقره النجاحات، نقول عليها فقره الشباب اللي زي العسل اللي بيجوا يتكلموا على حالتهم قدامكم، وبتشوفوا صورهم قبل وبعد، وتشوفوا بقى الحاله بنفسها هي بتتكلم كانت ايه، وايه اللي خلاه خد القرار، وكان ما بيقدرش يعمل ايه، وكانت حالته صعبه ازاي، وبعد كده الدنيا بقت سهله معاه ازاي. مش انا اللي بتكلم، الحاله بنفسها هي اللي بتيجي تتكلم عن نفسها مع حبيبتنا اللي منورانا النهارده، خبيره التغذيه دعاء سهيل، خبيره التغذيه، دكتوراه في علم التغذيه البشريه، اولى مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، مؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي، صاحبه مبادره السمنه مقوس خطر. حبيبه قلبي دايما منوراني. يا ربي يخليك يا شيف، ميرسي، استضافتك شرف والله. حبيبتي انتوا دايما بجد بتنوروني وتشرفوني، وعملتي دايما بقول لك عملتي انقلاب على الفيسبوك، عملتي انقلاب في موضوع التخسيس اونلاين، ودايما بتقولي انتي اولى مؤسسي التخسيس اونلاين. انا لا انكر طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل حضرتك ان انا قد ايه تحتي لي الفرصه ان انا اظهر بحالات فاقده للوزن، علشان الحالات دي تكون دعم لمن يعاني من زياده الوزن داخل المجتمع المصري. طبعا المجتمع المصري ده مش هيخص حد قدنا، واللي يقدر انه هو يحل مشكله داخل المجتمع المصري ويفضل قاعد يعني مكتوف الايه، لا ما ينفعش. المفروض ان احنا بنشتغل جاهدين مع بدايه كل عام نطلق مبادره ونعمل خلال السنه دي على نجاح تلك المبادره. ما شاء الله ما شاء الله. محمد السيد احنا من الوادي الجديد، حاله من الوادي الجديد، يعني تحيه طيبه للمشوار الطويل جدا. منورنا يا يعني محمد، منورنا. انت جاي المشوار ده كله النهارده عشان تطلع معانا وعشان تقول لا هو يستحق ده 50 كيلو. لا احنا عايزين نعرف بقى انت كان وزنك قد ايه يا محمد؟ انا كان وزني في الاول 145. 145 وبعد كده دلوقتي وصلت دلوقتي 95، وان شاء الله مكمل مع الدكتور. يعني شوفي انا بحب الثقه اللي بيتكلموا بيها، يعني ما بيكتفيش هو في الاول يقول بهذا القدر 20 كيلو، ولما يلاقي نفسه خاسس 50 كيلو سقف الطموحات يعلى. وفي منهم في الاول يقول لك ايه بس اخس بس، يعني انا جربت حاجات كتير ومشيت على أنظمة وجربت كورسات كتير بس ما كانتش بتجيب نتيجة، فالمرة دي بس اما اشوف اما خس. اللهم لك الحمد، والحمد لله النتيجة هي ان هو 50 كيلو فقدهم. لو شفنا صور محمد السيد قبل فقدان ال 50 كيلو، اي دي صورة اهي، دي صورتك يا محمد. أيوة. كلمنا عليها بقى، كان وزنك قد ايه ساعتها؟ هو انت لو شفت الصوره مش هتعرفيني من الشكل ده. الصوره ثانيه وهو واقف. لا الصوره مش قصدي كده، قصدي ان الصوره يعني ده شخص وده شخص ثاني، بحيث حتى الملامح اتغيرت، يعني كل حاجه اتغيرت، شكلك اتغير تماما، ده شكلي وحياتي وكل حاجه اتغيرت فيا. بص دي ولو صورتك. بالطول كمان هيبان اكتر. يعني فعلا عارفه من اكتر الناس اللي ملامح وشه اتغيرت. حضرتك شايفه؟ بص يا جماعه شايفين الفرق فعلا زي ما محمد بيقول كانه حد ثاني. انا عندنا هناك في الوادي كان بعد ما خسيت الناس اللي شافتني استغربت مين الشكل ده. الناس تشوفني من بعيد يعني تقعد تستغرب عليا، هو ده محمد اللي نعرفه ولا اخوه ولا مين ده بالظبط؟ لما ملامحك فعلا اتغيرت، ملامحك فعلا 50 كيلو قادرين انهم يغيروا الشكل العام كله، بس غيروه للاصغر طبعا، مدينه سن اصغر طبعًا. او يمكن سنه الحقيقي هو يعني. سنه صغير اصلا. هو محمد كام سنه؟ انا 29. 29 سنه. فواخد السن قبل ما يخس كان شكله اكبر. طبعا. ملامحه حتى ما كانتش ظاهره. طبعا. وفي ناس كتير لما بتخس فعلا بتاخد سن اصغر من سنها بكتير يعني، ويبتدي يكون عنده ثقه في نفسه اكتر، يبتدي يكون مبسوط اكتر، يبتدي يكون عنده يعني روح للحياه انها متغيره، وان طبعًا. انا اقبال على الحياه كده. طبعا فقدان الوزن مكسب في الصحه وتغيير في المود العام، ويعني انا يهمني طبعا واللي بتكلم فيه دايما ان انت اخسر وزن اكسب صحة. انت صحتك اكيد افضل. 29 سنة صغير، ولكن 29 سنة يعاني من زيادة وزن و 50 كيلو زيادة، لا ال 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 29 سنة هتلاقيه بينهج وطلع سلم، بيشخر هو نايم، مش قادر ان هو يلعب الالعاب المناسبة ليه. حتى لو هيبقى في تجمعات كرة مش هيبقى دايما مستبعد، مش قادر. مش قادر. حاجه تانية مش بتاع ان هو ان هو لما يدخل محل يتقال له والله ده انت مقاسات خاصة، ده انت كل ده
يضايقوا نفسيا. في ناس بتتضايق وتنغلق وتقفل على نفسها وتبيع القضيه وتقول ما فيش مشكله افضل تخيل. وفي ناس تانية تغاية تقول لك لا انا بما ان في والعلم تقدم والعديد من المكملات الغذائيه والعالم كله يتجه نحو الاعشاب في 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 حل كل المشاكل الصحيه وطبعا فقدان الوزن، يعني الاساسي في ماده عشبيه طبيعيه امنه على الصحه. محمد من الوادي الجديد كان متخيل. مشكلته ايه بقى يا دكتور؟ كانت مشكلته ايه؟ هيحكي بقى وانا هقطع. قول لنا كانت مشكلتك ايه؟ انا كانت مشكلة شهيه عاليه. كانت وزن عالي. يعني يرجع الفضل بعد ربنا. كل حاجه وبتاكل مثلا كذا مره في اليوم صح كده؟ كل حاجه كانت العادات السيئه كلها بعملها باكل. كل العادات السيئه. هو معترف. لا انا كنت شخص وبقيت شخص دلوقتي. كل بعد فضل ربنا فضل الدكتوره دعاء. فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده كان انجاز بالنسبه لي. كان انجاز ان انا اوصل للي انا فيه دلوقتي. مين بقى اللي دلك على الموضوع ده؟ انا شفته، انا كان على البرنامج، في برنامج تبع الدكتوره دعاء، فاتفرجت قلت انا كنت جربت حاجات قبل كده برضه. يعني ما تاكدتش من الموضوع غير لما دخلت في الموضوع. ما الشهر الاولاني ابتديت اخسر وزن 10 في 10 في 10. يعني كنت منبهر. الموضوع جد بقى غير كل مره وكل حاجه انت جربتها قبل كده. انبهرت بالموضوع ده. حتى عندنا في الوادي يعني احنا بقت اعداد كبيره خالص بسبب بعد ما شافوني. بصراحه في اعداد كتيره جدا من طرف محمد السيد. حلو جدا. يعني الواد عندنا بقى هو بصراحه محمد من الحالات اللي اتغيرت تماما. طبعا. ادى الوادي والبلح والسعرات الحراريه العاليه والاكل الفاست فود والاكل في اوقات متاخره وشرب المياه الغازيه والاكل بشكل دائم ومتكرر وشهيه عاليه. ما هو انا لما اكون صاحب شهيه عاليه فباكل كتير فمعدتي كبيره. فانا النوع ده ما تقولوش اعمل دايت، هتلح عليه الشهيه. والمعده ما مش هينفع اقول لك بيضه مسلوقه وربع فرخه منزوع الجلد وكوبايه زبادي. هذه النسب المقننه ليست مرضيه للناس اللي بتعاني من شهيه عاليه. النسب دي تتماشى مع دعاء سهيل. انا من نوع اصلا اللي مش اكل، يعني بحب الفاكهه بس وباكل ده، لكن مش كل الناس كده. هنا مشكلته ما تقوليش بيضه مسلوقه وانا باكل 5-6 سندوتشات الصبح. فالمفروض ان انت بتدي له ماده عشبيه تملى له المعده. وطبعا اعلى انواع الالياف هي اللي بتاخد حيز كبير داخل المعده. هي عشب البسيليوم. اخد طبعا كورس البيستا وخد كورس البيسليم. يعني نوعنا كمان في الكورسات. ما تمشيش على كورس. هو دلوقتي انا قفلت له الشهيه. وفعلا اتقفلت الشهيه. اول شهر خس وتاني شهر اقل شويه. انا خفت يحدث عندي ثبات وزن. فبسرعه لازم اعلي معدل الحرق. طيب انا المره دي هو فقد 12 كيلو. طب انا مش عايزه البشره عندي تتضرر. كل المكملات الغذائيه لابد ان تكون فعلا مرخصه وزاره صحه، امنه على الصحه، تحتوي على فيتامينز على مينرالز عشان تكون هي كمكمل او كبديل غذائي. ان انا اغير له في نوع الكورس حتى لا يعتاد الجسم على نوع الماده العشبيه. وبالتالي يعني لو حد مصدع ودايما بياخد نوع معين مسكن مع مرور الوقت بعد كده مش بعد كده ما بيضعش صداع. للناس اللي بتقول طب بتغيره ليه؟ في ردود يعني لكل حاجه. طب واحد تاني يقول لك ايه؟ اقول له لا، الكورس اللي خده ابنك او اختك دي ما تنفعش حضرتك. ضغط مرتفع. يقول لي طب مش هي عشبيه؟ ما هو مش كل الاعشاب مفيده لكل الناس. يعني لما اجي ادي الفلفل الحراق ده مش ممنوع من مرضى القلب والضغط؟ طب ما هو عشبي في الاول وفي الاخر. ولكن هناك اعشاب بتكون مناسبه لحاله صحيه وحاله اخرى. هنا المفروض ان محمد السيد شهيه عاليه لا يعاني من مشاكل صحيه. ولكن لديه العديد من الاخطاء الغذائيه اللي عايش بيها طول حياته، بيشرب مياه غازيه. طيب انا المفروض ان انا ادي له اللي يعطشه ويشربوا مية. ايه هو العشب اللي بيعطش ده؟ العشب البسيليوم او كشور السيليوم. لان هذه الكشور اثبتت الدراسات الحديثه ان المعده قادره على الاحتفاظ بيه من 12 ل 14 ساعه. معنى ذلك ان انا قفلت له الشهيه بالليل. طيب انا كمان مش عايزاه يكون تحت هدك على مدار اليوم، فيبتدي الشهيه تكون مقفوله. كمان انا بدي له المكمل الغذائي اللي بيحتوي على فيتامين عشان يعوض جسمه من اي فيتامينات. ليه بقول فيتامين ليه بقول عشب السيليوم؟ ليه 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 الناس كلها وكل المكملات الغذائيه تقريبا 99% منها بتحتوي على عشب السيليوم او كشور السيليوم او البسيليوم الاثنين واحد؟ علشان دي اعلى انواع الفايبر، اعلى انواع الالياف. السايد افكت ليها انه بيعطش قوي فبيشربك ميه، فيبقى حصل على اثنين ميزه في وقت واحد. رقم واحد الشهيه اتقفلت والمعده خدت حيز كبير فيها. يعني بالبلدي كده بينفش جوه المعده. وبالتالي كمان بيشرب ميه. بظبط معدل الحرق. معروف طبعا ان الميه بتعلي معدل الحرق داخل جسم الانسان. انا هنا لازم اكون فاهم علم التغذيه. ما سابش حاله غير وداها الحل بتاعها.
الاعشاب اللي يعني لو دورنا في كوريا، في الصين، في اليابان، كل الناس دي دايما العلاج قائم على النوع العشبي، وبيكون بنسب مقننه خلاصه مدروسة. لما اخد طبعا مدروسه وبنسب معينه ولكل حاله صحيه. النوع ده من العلاج بيكون امن على الصحه، بيفقد الوزن بصحه مع مرور الوقت. انا النهارده اديته العشب اللي خدت تلتين المعده، يعني انا بقيت باكل تلت الوجبه اللي انا معتاد عليها يوميا. يوم ورا يوم، شهر تلو الاخر، بتلاقي المعده بتصغر، بيحصل لها زي شرينك وتنكمش. يبقى انا صغرت له المعده، بالتالي شهيته بتصغر، بالتالي لا يعود الوزن مره اخرى. الموضوع مش موضوع، هو مش سحر، ولا انا عندي العلم اللي مش عند حد. كل الحكايه ان انا 9 سنوات درست كويس، وبحب شغلي قوي، وانا دكتوراه في علم التغذيه البشريه. انا درست الشغل ده وحبيته قوي وبشتغله بحب وبنجح، يعني وكل ما اعمل مبادره وتنجح ببقى عندي الشغف لمبادره اخرى انجح منها. يعني دايما كل شيء بيظهر بيبقى له اولى مؤسسين لي. ولي الشرف ان انا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين. فمع مرور الوقت وتسع سنوات النهارده، الحمد لله قدرت انجح مع الالاف من الحالات اللي بيها قدرت اوصل للناس كدعاء سهيل بالمصداقيه دي. طبعا احترمت حضرتك جدا لما قلتي لي جميل ان احنا نتكلم على الحالات ونحط صورهم، بس الافضل من الصوره يا ريت الحاله هتكون سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن، ان هم يجوا بنفسهم. بالظبط ده اللي حضرتك قلتيه. والا يعني الحالات اللي انا بجيبها دي يعني نسبه قليله جدا للحالات اللي بنفقدهم الوزن، ولكن في ناس ليها الخصوصيه. يعني ما اقدرش ابدا احط حاله بيفور اند افتر على الصفحه من غير ما استشير صاحبها. ممكن واحده بتخس من ورا بيتها، من ورا عيلتها، من عايزه تعمل لهم مفاجاه اول الصفحه اهي معانا، وتقول لهم مثلا ان انا عملت دايت، مفيش مشكله، مش هاخد عادي، المهم ان انا غيرت لك حياتك وقدرت احل المشكله اللي عندك. طيب الصفحه اهي معانا يا جماعه، نقدر نتواصل مع خبراء التغذية عن طريق صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقاء جنب الاسم، زائد كمان صفحة الانستجرام هتنزل لكم اهي دلوقتي. وخلي بالكم يا جماعة الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء، بنأكد تاني، ادي دي صفحة الانستجرام، يبقى كده معاكم الفيسبوك والانستجرام، ومعاكم كمان ارقام التليفونات اللي بتنزل لكم على الشاشة. لو حد بقى ايه بيتصل ولقى الارقام ما بتجمعش معاه بسهولة، يقدر في كمان خدمة الواتساب. عايزين طبعا على كل الارقام بيصوروا ساعات الشاشة وبيتصلوا بعد كده. والله. يبقى عندكم كذا طريقة نتواصل بيها مع خبراء التغذية، ارقام التليفونات، خدمة الواتساب، صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقاء، وصفحة كمان الانستجرام. قبل ما الكلام ياخدنا عايزين عروض. النهاردة 2 كورس عليهم كورس هدية، الشحن مجانا. النهاردة اول 100 متصل هيكون الشحن مجانا، و20% و2 كورس عليهم كورس هدية. كل ده موجود معانا. أيوة النهاردة. يبقى احنا عندنا النهاردة الحالة اللي معانا محمد اللي بيتكلم عن نفسه وبيوريكم هو كان ايه ودلوقتي بقى ازاي. يا ريت يتكلموا. انا طبعا لسه يتكلم معانا، زائد كمان العروض والخصومات اللي موجودة معانا النهاردة. وبنأكد تاني ارقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة، عليها خدمة الواتساب، وكمان صفحة الفيسبوك وصفحة الانستجرام، وتعالوا للحالة الواقعية اللي موجود معانا محمد. قولي بقى يا محمد، أول مرة حسيت إيه ده أنا ابتديت أخس بجد، كان إحساسك إيه؟ كان بعد ما أنت بتقول إن أنت جربت حاجات كتير وما نفعتش. أول حاجة كان إحساس جميل خالص. فرحت أنا لما لقيت جسمي ابتدى يستجيب واتغير الشكل وكل حاجة. اول حاجه افتكرتها يعني بعد ربنا الدكتور. يعني قعدت اشكر ربنا واشكر الدكتور قوي ان انا يعني خلاص ابتدى الجسم يستجيب. كنت متخيل ان انت هتخس مع الكورس اللي جاي من عن طريق التلفزيون ده الاول؟ ايوه ناس كتير بتقول لك كده بصراحه. في بدايه الامر ما كان نظام التجربه. بس كانت احلى تجربه. ربنا يخليك. كانت احلى تجربه في حياتي، يعني ان انا اتعرفت على الدكتور، وكان في فريق يعني فريق كلهم بصراحه والله. كلهم يعني انا اتعرفت على الفريق كله. يعني كان بصراحه المتابعه كان ايه اخبارها معاك فتره التخسيس؟ المتابعه كانت جميله جدا جدا جدا. كانت معايا الدكتوره هدى. ايوه. فهي بصراحه يعني كان ليها الفضل. هدى وايمي وساره، يعني ساره كانت موجوده واتجوزت، بعد كده كمل معاها هدى وايمي، وما شاء الله
الخبير لما بيكون بيتابع حاله هو فايل مكتوب فيه كل ديتيلز وكل الهيستوري للحاله دي. فبالتالي انا عارفه ان محمد السيد ده لا يعاني مشاكل صحيه، محمد السيد ده شهيه عليه، محمد السيد ده بياكل وجبات متاخره، كل ده مكتوب. هو ايه المريض بالنسبه لدعاء سهيل وفريقها؟ هي مجموعه من المعلومات المكتوبه المرسوله المسموعه بيها بكون فهمت ايه الاسباب التي ادت الى هذا الفرد لزياده الوزن، وبالتالي بجري في علم التغذيه واشوف ايه الماده العشبيه اللي بيها هنجح مع الحاله دي. رقم اتنين بكون يعني رقم واحد بسمع كويس، اتنين بشخص، رقم ثلاثه لا تقل اهميه ابدا ودايما اقولها المتابعه. يعني لما يدور بذهن من يعاني من زيادة وزن سؤال وما يلاقيش اللي بيكلمه، ايه فايدة الاونلاين؟ ان انا اتصل على الناس فما يردوش عليا طول اليوم وما يكلمونيش ويضربوا باتصالي عرض الحائط، يبقى دي ناس سوريا. فالموضوع بالنسبة لنا وكمان الكورسات المختلفة لكل طبعًا حالة دي طبعًا مهمة جدا طبعا، لان في بيجيلي ناس يقولي انا عايز كورس لو مناسب ليه الكورس ويشترك في نفس الحالة الصحية والفئة العمرية وكل الأسباب التي دفعت بمحمد السيد لسين أو صاد من الناس لزيادة الوزن والكورس مناسب ليه، أوكي ما عنديش مشكلة وينط. ولكن أنا بتكلم إن أنا إذا دلوقتي المادة العشبية ما فيش حد عندي يقولك أنا عايز الكورس الفلاني، لأن أنت مش أدرى من الخبير اللي بيرشحك. طب إحنا معنا فاطمة على التليفون. يلا. يا فاطمة أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فاطمة ازاي؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. انا والله كنت عايزه اكلم بس الدكتوره نفسي اكلمها بصراحه. اتفضلي يا حبيبتي، بس معاكي اتفضلي. اموري ازيك يا دكتور؟ في نعمه والله، انا بحبك خالص والله العظيم. يا رب يخليكي. انا متابعه معاكي وباخد كورسات علاج للتخسيس. متابعه بقالك قد ايه يا فاطمه؟ انا بصراحه شهر واحد بس خسيت جامد، لان انا جربت ريجيم كتير. يعني بتحبيني من شهر؟ شفتي طالما جاب نتيجه لازم طبعا والله بك على طول. طب كنت تصدقي ان انت تجيبي كورس من حد ما شفتهوش ولمجرد انك شايفاه على التلفزيون وتخسي بصراحه؟ والله العظيم. لا انت كنت تتخيلي ده؟ يعني لو كان حد قال لك كده كنت عمرك ابدا ما هتقولي لا ده مش هينفع، ازاي يعني؟ صح والله ما كنتش متخيله بصراحه. طب خسيتي قد ايه في الشهر ده؟ خسيت 4 كيلو ونص في الشهر كامل؟ انا بس هيست شويه عشان يا جماعه خدوا الجرعات في مواعيد. لا ده بصي بقى، ده انت هتاخدي دلوقتي كلام يعني. يا جماعه التعليمات كفايه ان انتوا مش محطوطين تحت هيدك دايت او حميه غذائيه، كفايه ان انت مش محرومه من نوع اكل. كل الحكايه تنظيم مواعيد الاكل، افطر بدري اتغدى بدري اتعشى بدري، مع بدايه الساعات الليليه ما كلش، علشان بتكون الغده اللي بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتنا توقفت، بالتالي اكلت في الوقت الغلط وبالتالي بيزيد وزني. مش محروم من اي نوع اكل من الصبح للساعه 7 او 8 مساء، فبالتالي يعني ايه الصعب؟ عايزه ايه تاني يعني؟ ايه بقى؟ عايزه ايه تاني؟ مالكيش حاجه. انا والله العظيم بشكرها جدا، لان انا عملت ريجيم كتير وعملت يعني حاولت كتير ان انا اخس، ما فيش الا الكورس بتاع الدكتوره، ومش محرومه من حاجه، انا باكل كل حاجه. بس طب الحمد لله. طب ليه هيسنا بقى زي ما بتقولي؟ اصل انا هيست ليه؟ انت بتاكلي كل حاجه وفي نفس الوقت الكورسات ما ويعني ما بتايدكيش بحاجه، ما فيش حد بيمنعك يقول لك كلي ده وما تاكليش ده، طب ايه المشكله؟ هيستنا ليه؟ انا هيست عشان كان عندي ظروف، انا ساكنه في مكان ورحت بلدي عشان كان عندي ظروف يعني حاله وفاه وكده، فهيفت كده جوع. ومع ذلك مع اللخبطه دي خست برضه. والله لو كملت صح انا دايما اقول من 8 ل 12 كيلو، في ناس بتجيب 12 كيلو، في ناس بتجيب 8 كيلو. ويعني اللي بيثبت على الطريقه، انت كل الحكايه انك تاخد جرعاتك في مواعيدها بس، وتتبع شويه تعليمات، تشرب اشرب ميه 3 لتر ميه على مدار اليوم، مش محروم من نوع. استني تقفل، اقفلي يا فاطمه عشان تسمعي بقى كل النصايح دي وتسمعي النظام اللي تمشي عليه. اسمعينا بقى شوفينا على الشاشه. انا كمان لازم انت كمان تساعدني، انا مش بقول لك اعمل دايت، ولكن لما اقول لك بعد الفطار خد كذا، بعد الغدا خد كذا، بعد 8 مساء مفيش اكل ومفيش اكل في الساعات الليليه غير طاقه سلبيه، يعني
فانا عارفه ان انت مش هجوع لاني فاهمه الفيدباك للكورس ده هتكون ايه، وعارفه انك مش هجوع في العصر في الساعات الليليه، فما تجيش ما تاخدش الجرعه بتاعت بالنهار وبالتالي الجوع في الليل وتقول انا هيست. صحيح. يعني انت مش محروم من نوع اكل، يعني فقدان معلش لما يكون يعني. محمد السيد 50 كيلو بدون دايت بدون رياضه بدون حرمان لا زعلتني والله. لا لا هي بس بتقول لي كان عندها ظروف بس هي هتحاول بعد كده بقى. لو فرحانه انها خسر 4 كيلو ونص المفروض ان 4 كيلو ونص في شهر دول دي حاجه مش حلوه على فكره. المساله برضو العزيمه ليها يعني. شوفي بقى كلمه محمد العزيمه اهم حاجه. امال العزيمه دي كانت فين قبل الكورسات بتاعتي؟ كانت ما كان بيحاول اهو في انظمه كتير بس للاسف فشلت معاه. العزيمه ارتفعت للسماء بعد ما عرفتك يا دكتور. الحمد لله يعني ده بفضل ربنا يعني. طبعا بكون مبسوطه لما اكون عند حسن ظن الحاله اللي بتتابع معانا، وقد ايه بكون مبسوطه لما معلش اللي يشوف شكل محمد السيد قبل فقدان ال 50 كيلو ننزل صور محمد. انا بس عايز اساله بامانه ايه اللي كان تعبه نفسيا؟ ايه اللي خلاك فعلا لجأت ان انت تتواصل معاه؟ اول حاجه اللبس، الشهيه العاليه، اللخبطه ايه اللي زعلك قلت هخس؟ يعني مثلا انت تعبت صحيا او حد قال لك كلمه ضايقتك او جيت تخطبت لك نفسيا؟ ما هو لا 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 انا لسه خاطب بقالي شهر يعني. ايه ده بجد؟ بعد ما خس بعد ما خس بعد ما حاجه اكيد انا خطبت شفت الصور القديمه قالت لي مش هو والله شافت. لا الحمد لله انك شفتيها بعد. طب ناخد عفاف على التليفون. يا عفاف اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ في نعمه والله. الله يخليك الله يخليك الحمد لله. يا رب يخليك. اتفضلي احنا معاكي وسامعيني. اموري اتفضلي. الامر لله. المتابعه معايا دكتوره ايمان. ايمان حسيتي قد ايه طيب وبقالك كام شهر معانا؟ 100 بتقول لك كام؟ بقالي شهرين كان عندي 100 كيلو وبقالي شهرين متابعه مع حضرتك. كويس تمام. نزلنا قد ايه بقى في الشهرين؟ 25 كيلو. 25 كيلو كام سنه؟ ما شاء الله يعني. ما حدش سامعك 100 مليون بس مين؟ 56. طب بسم الله ما شاء الله. حلو جدا يعني طبعاً. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا صوتك يدي اصغر. انت اكيد نفسيا فارق معاكي ال 25 كيلو دول. طبعا. وانا عارفه يعني ايه ست تفقد 25 كيلو. طبعا. لان الست لو هي زادت 2 3 كيلو كده وجت تقفل الجاكيت او تلبس السكيرت بتاعتها او ولقت في زياده ومش بيقفل بتزعل قوي. فما بالك ب 25 كيلو. هيرجع لحضرتك ويرجع فضل لله وحده ربنا يخليك. بصراحه يعني متابعاني متابعه كويسه واي وقت بتصل بيها بترد عليا. هو توفيق من عند الله بس الحمد لله يعني. المتابعة. 25 كيلو المتابعه طبعا طبعا. اقول المتابعه اذا خبير التغذيه دايما اقول العلاقه التي تجمع من يعاني من زياده وزن يعني والدكتور ده مهم جدا. هي العلاقه المهنيه ده اللي بيديله البوش ده اللي بيديله الدفعه للامام. كمل قد ايه ان يقول له امتيازات او يكون هو دايما في عونه كده. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. اذا انت في عون غيرك ان انت تغير له من حياته وتقف جنبه وتسنده وتفقده الوزن وما تلعبش بيه ولا بمشاعره. يعني ما تقولوش هتخس وما يخسش. ما تقولوش هتخس 20 كيلو ولاقي 8 كيلو. ال 8 كيلو لو تقول له من البدايه هيكون مبسوط قوي. صح. لكن لو صح. قلت له 20 وجي في الاخر لقى 8 يقول لك الناس دي بتضحك علينا. انا دايما اقول من 8 ل 12 وما شاء الله خست 12 كيلو في الشهر. وغيرها خس 4 كيلو في الشهر. طبيعة الدهون داخل جسم الإنسان تختلف لأن في دهون سائلة، في جسم فيه دهون أحادية وثنائية، في جسم بيعاني من زيادة وزن من عشرات السنين وبالتالي بتبقى دهون ثلاثية، فنوع الدهون يختلف. طب ما تيجي كمان نشوف أم محمود. يلا. خست قد إيه؟ يا أم محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إيه أخباركم؟ إيه عاملين؟ أنتِ عاملة إيه منورانا؟ الله يخليك ده نورك والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. اتفضلي إحنا سامعينك يا أم محمود. اتفضلي. الله يخليك. عايزه اسلم على الاستاذه. اهلا يا حبيبه قلبي. مساء الهنا. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ نعم والله. انت بتكلمينا منين يا ام محمود؟ من جنة. تحياتنا لاهل هنا جميعا لان دي بلد ابويا الله يرحمه وربنا يديكوا الصحه والعمر يا رب. يا رب. الله تسلمي لي يا حبيبتي ويخليكي ليا يا رب. يا رب يخليكي يا حبيبه قلبي. خدتي الكورسات يا ام محمود؟ الحمد لله. متابعه معانا بقالك قد ايه يا ام محمود؟ شهر الثاني ده ان شاء الله. ده تاني شهر؟ طب قولي لي خسيتي قد ايه؟ خسيت 15 كيلو. ما شاء الله. انت في الكورس الثاني صح؟ ما خلصتيهوش لسه؟
لسه. كملي ما شاء الله، حلو قوي، حلو قوي ما شاء الله، برافو عليك يا ام محمود. ان شاء الله، بس معايا الاستاذه ايمي صراحه جايمه بالواجب وزياد. والله العظيم كلهم كل الخبراء والخبيرات. استاذه ايمي متابعاني جدا جدا، اي سؤال بحتاجه واسال الاستاذ ايمي بتجاوبني على طول. بصي يا ست ام محمود، انا اقول لحضرتك حاجه، وعلى برضه بكلمها وكده، كويسه جدا جدا والله. بصي يا ست ام محمود، اقول لحضرتك حاجه دلوقتي، انت كست بتعاني من زياده وزن، فبتبقي مبسوطه قوي ان انت تخسي. طبعا انا كخبير تغذيه، ايه اللي هضيفه ليا ان انا هنجح وضم اسمك من ضمن نجاحاتنا، وهتبقي من ثمار مبادرتنا السمنه ناقوس خطر. فزي ما انت حريصه على فقدان الوزن، انا اكثر حرصا منك على نجاح مبادرتي، فاحنا الاثنين بنتقابل في نقطه واحده، انت عايزه تخسي وانا عايزه انجح معاكي، وبالتالي النتيجه الطيبه اللي احنا فيها دي. نورتينا يا ام محمود، وكملي، وهنستنى منك مكالمه حلوه بقى بعد ما تكملي. وتنورينا محمد السيد، جاي لنا يعني من الوادي الجديد، يا ريت، فمشوار انا اقرب. طيب ممكن بقى نعيد تاني العروض واحنا بناخد صفحه الفيسبوك والانستجرام، يلا بينا شوفوا الصفحه يا جماعه. النهارده يعني اول 100 متصل 40 20% خصم، 2 كورس عليهم كورس هديه، كمان الكريم النهارده هديه على العرض، ومفيش شحن، مفيش مصاريف شحن. شفتوا بقى كل دي، يعني كل ده حافز كبير قوي ان احنا على طول نتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، زائد كمان محمد اللي منورنا النهارده، عايزينك تقول كلمه بقى للشباب اللي هم دلوقتي بيعانوا من السمنه بس مجرد قاعدين بيسمعوا. كل حلقه لازم الحلقه يقول كلمه كده من القلب بقى. عايز تخس؟ غمض عينك وطلع روح على الدكتوره دعاء. شايفه الكلام الحلو، شايفه الكلام الحلو اللي هو غمض عينك واحلم. والله يا ابني لو دفع لك ما تكتبش. غمض عينك واحلم. والله بجد يعني ده زياده على كده ان هي الدكتوره برضو اتكلمت على المتابعه، يعني انت مثلا بتبقى معاك المتابعه وكل اسبوع بيجي لك رقم شكل من الدكتور عن طريق المتابعه. انا عندي قسم كامل للمتابعه، كل يوم يكلموك مين بيتابع معاك، مين عامل ايه، يعني متابعه فوق المتابعه. حلو، فدي حاجات جميله. أنا يمكن الخبير اللي معاك مش مريحك، فما قفلكش الدنيا عليه هو. أيوة. فلازم قسم المتابعه يسالك هل هو بيتابعك، هل انت محتاج تغير متابع طبيعي. وانا لازم اكون مرتاح لك نفسيا عشان اقدر اكمل معاك. ما هي الراحه النفسيه والعزيمه ما بتجيش غير من المتابعه. انا نفسي مفكر بس الناس بصور محمد يلا السيد. يلا ننزلها تاني. 50 كيلو فقدهم معانا في 6 اشهر، يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني ننزل صورك تاني بقى علشان ايه الناس تتاكد ان محمد اللي قاعد معانا ده شوفوا كان ازاي. كان زمان ده. كان زمان خلاص. بقول التنمر وانا قاعده تنمر. اكتر صوره مخلياك تحسي بالفرق. يعني كانه فعلا يعني انسان تاني، يعني ما شاء الله تبارك الله. لا بس والله يعني حتى هو يعني زايد وزنه كان عنده ثقه. جايب الثقه دي منين؟ انا الثقه موجوده. ما اتهزت في ثانيه هي خد القرار على طول. لا لا برضه انا ما فهمتش لغايه دلوقتي، صحيح الثقه دي اتهزت ازاي اللي خلاك على طول خدت قرار ان انت لازم تخس؟ ما هو كان عائق زياده الوزن ده في شغلك بامان؟ شغل، لبس، حياه، الحياه اليوميه. انت بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ انا معايا محل اقضاء غيار، ومتحرك كتير، ومعايا يعني معايا شغل كتير، لان عندنا في الوادي الجديد البلح ومنتجه. أيوه. في البلح. فاحنا بنحرك كتير من النخيل لهنا لهنا. يعني طبعا ما كنتش بتقدر تقوم بكل الاعمال دي خالص. بقوم بيها بس بنهك وبتعبان، ودايما طول يوم عندي حالتي يعني كان ما فيش طاقه في الجسم. بعد ولو كده عملت كده شويه بتلاقي نفسك تعبت بعديها وقاعد ومش قادر ما هو تتحرك. بعد ما انا خسيت حسيت ان فيه يعني شخص تاني طلع من جوه اهي. 50 كيلو مش قليل. شخص تاني. دلوقتي بقى كل الحاجات اللي انت كنت بتتكلم عليها، المشاكل دي كلها دلوقتي بتقدر تشتغل بمنتهى الاريحيه وبمنتهى الامان. دلوقتي انا حاسس ان الفتره اللي كانت القديمه دي ما كانتش موجوده في حياتي، لان انا اصلا نسيتها. عايز تنساها؟ تمسحها باستيكه. مش عايز، انا نسيتها اصلا. تمسحها باستيكه. ما فيش دلوقتي، ما فيش غير الصور اللي موجوده بعد الدكتور. انا دلوقتي لسه مولود. موجوده صورك، افضل كل شيء هبعت لك صور افكرك بيها. خلاص كل حاجه اتغيرت معايا، بقيت للافضل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني الدكتور يرجع الفضل للدكتور بعد ربنا.
يعني. وانا بقول لا الدكتوره بقت خدني دلوقتي، ولعزيمتك وارادتك، والناس المشاهدين الكرام اللي بيتفرجوا علينا يشوفوا العزيمه والاراده، وعلى طول خد القرار في لحظه ونفذ على طول. ما عشان كده الوادي عندنا بيت قدوه ليهم. انا في الوادي كل الوقت اللي عايز يخس يشوفني ويبص على الدكتور، على الدكتور بقى. وبعد كده خلاص. مبروك عليك يا محمد، حياتك الجديده انت نورتنا. نورتنا والله يا دكتور، نورتينا يا دكتور، يا رب يخلي حضرتك ميرسي على استضافة حضرتك الدائمة والله. أشكركم على متابعتكم الكريمة، وأتمنى من الله إن الحلقة النهاردة تكون فادتكم وعجبتكم من أولها لآخرها. أشوفكم على خير في حلقة جديدة تعجبكم أكتر وأكتر، والسلام عليكم.